قلت لك ما بدي نام معك انا. عمي هالغيزر عم بيقول لي. ليش وقفتك؟ لا عمي عم بيقول لي الله يسعدها ما بعرف. رد عليها؟ خلص عم نلعب بلاي ستيشن انا وقت امي. يا حرام. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. طب رد عليها. لا عيبنا خلينا نخلص المباراة بعدين انا مو منا فاضيين هلا عم نلعب. خلينا نعرف نلعب. يلا العب. جول جول. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. طب رد عليها امك يا زلمة ايش لك ابو عزام بيعرف تصرف وش المال. خلص اي ايش بدك خلص هيك بس كده ايدين. رد عليها. خلص امك يا زلمة. الله لك رد عليها يا بني ادم. لك امي لك امي لك امي لك امي لك عيوني لك قلبي لك لك مشغول مشغول مو بفصل لك وتعب بفصل لك ما انت مشغول. حسبي الله ونعم الوكيل. طب بدل مشغول مشغول لك شو؟ لك مشغول مشغول بس افضل احكي معك بس افضل احكي معك يلا 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 لا تدقي لا تدقي ها خلاص مشغول يعني عالم عم تطلع علي كل شيء عم دقي عم دقي عم دقي اطفي يعني اطفي تليفون خلاص يعني ها حسبي الله ونعم الوكيل فعلا. كمل 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 قلبي الام على الولد وقلب الولد على الحاجة خلاص كمل بلا الحكي فاضي اجدادنا ما عرفوا ايه حط صامت احسن شيء. لك لا تسوي صامت رد عليه دقيقتين خلص هيك انت لك بس فهم عليك انت لك سنه ونص مو شايف امك لك خلي يصير سنه ونص وساعتين ايش صار بعدين كمل لك بتكون اطمن عليك بلكي صاير معها خلص ما صار شيء مو بعثت لها صوتي خلص عرفت طب بلكي في شيء معها ما صار شيء خلص لعب والله خلينا خلص بلاي ستيشن خلينا خلص المباراه بعدين اشوف ايش ما ايش صاير معها الله يهديك سنه ونص ما صار معها ان شاء الله بدي يصير هالسنه بدي يصير معها يلا خلينا خسران طب يعني امك يا زلمه واحد بحكي معها خليني بدي اشتغلها ايش بدك؟ لا 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 بيت مين بدك انت؟ خلص لا لا الا ودي العب بلاي ستيشن بيجي واحد ورا واحد واحد ورا واحد يا امي يا واحد مين؟ مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا زلمه يعني هلا ضروري تجي استنى لها خمس ساعات ثانيه الله حي النيس ايش صاير معك؟ استنى انا خمس دقايق ثاني ايش بدك كنا عم نلعب بلاي ستيشن ايش بدك محمد؟ بدك تقدر تدخل تقدر تدخل تدخل تلعب مباراة من بلاي يا وطين الله حيوا النانيس شلونكم؟ الله بعدين سلام شوف النيس شوف البندوم ما بدي يخسر الا بدي يخسر 12 نتيجه 2-0 مخسر وسع واحد لا ما تجيبها شيء 2-0 اذا كريستيانو جاب ثلاثه نحن ما نجيب ثلاثه بعدين البوستر لك صحيح الله شلونا من اللعبة ولو؟ بكرة عيد لو مش ياخذينا دايرة نكون انتو اثنين عم تحكي عيد لو تليفون ام ما برد ياخذ لها هدية عيد ثاني شو عيد لو منيح امي بعيدة عني يا زلمة مرتاح عيد لأم ومرتاح عيد لأم شرفك مرتاح عيد لك لا خذ لها هدية لأمي معقول يا جد يا دب وقف شوي اللعبة لو غير نكي معقول يا دب في حدا بيعدي عيد الأم عليه وما كنوب ياخذ له هدية لأمه شو بدها تلاقيها حلوة منك لما تاخذ لها هدية اثنين العادة عم بحكي مع اولاد انا طيب عين اولاد ما اولاد انت مو امبارح شفتك عم تقتل مع عمك وقلت لي اول اليوم صار لسه كنت عم تحكي معي عم بيبي هدول مشاكل عائليه ما خصها كيف كيف يعني الصبح كان الصبح اجى لعندي وهلا انا طلعت من البيت مزعوج امي قالت لي كب زباله خذ خذ حالك معك زباله قصدي خذ معك زباله وروح يا اخي الله شيء الله جاي ياخذ لها هديه اسمع الاسبوع جد قلت لي انا طلعتش من البيت نمت عنا اسبوع من وراء امك ودي وتخالي معه لك ابني ابني انت يا الله المشاكل عائليه هذول شد ما كان بس هذا الشيء بخصني لي فهمت علي؟ ما بخصك مو بهدي داعي والله جيت اعلق قلق انه انا قتلت مع امي ولا جيت يعني نمت عندكم اسبوع شو مني يعني؟ لا بس يعني حقه والله عم بذكرك عم بذكرك انه انت هذاك الايام ما كان بتحب امك هلا صرت تحبها لا الله مثلا عيد الام مثلا عيد ام ايش فرق انت وياه يا زلمه اذا بتاخذ لها يا زلمه شغله صغيره شغله صغيره شوف قد تضيع منها قد الدنيا بس كمان اذا بترضيها بشغله صغيره بشغله صغيره ترضيها بكون عندها اياها قد الدنيا كلها الله عيد لنا بعدين الحمد لله بريح راسي وامي بعيده عني وصار لي سنه ونص ما لي شايفها وكل سنه ونص سنتين مره بعطلة خارجية اذا زاد معي
يعني هلا انت ويا مبسوطين هيك حالكم بتعرفوا تعملوا مع امهاتكم؟ انتم بتحبوا امكم والله؟ لا انا بحب امك والله والله. ايش رايك انت؟ بتحب امك؟ ايش رايك انت؟ جاوبني. في حدا بالعالم بحب امك؟ بتحبها يعني؟ بحبها بس احيانا واحد بتضايق شوي. وين المحبة الموضوع؟ اذا سنة ونص السؤال ما سألت عن امك شو ما بتعرف شيء؟ بقول لك انت ما بترد عليها وبالزور بترد وانت بتحب امك؟ وين محبة امك اذا بتقول لك بس جيب لي معك شغلة بتروح تسكر بوشها ما بترد عليها بتغضب بتخليها تغضب بالها عليك على طول حسب وين محبة امك؟ وين؟ ابني حسب الهبات فهمت علي شلون؟ حسب لما تكون مزعوج لما تكون مزعوج بتنزعج بتضايق الدنيا كلها فهمت علي؟ مذكور بالقرآن صوتك بس ترفعه على امك صوتك مو لسا عم تعيط عليها بتسبها فكر انك عم تضحك على حالك وعم تضحك مو انت فكر انك عم تضحك على امك بس على حالك ما عم تقدر تضحك انت اخذ لها هدية بدك تروح تاخذ لها هدية لامك ترضيها وين الرضا؟ بدك ترضي امك ارضيها بطلباتها ارضيها ما ترفض طلب منها ارضيها خليها دايما رضياني عنك هيك امك بتحبك بدك تورجيها محبتك بيوم واحد انت بس بتحب امك بالسنة يوم واحد ليش ما بتحبها كل يوم؟ ولا انت بتحب امك بدك تجي بتقلي بحب امك سنة ونص محاكاة معها؟ هي امك ما انا غيرك يا زلمة بالسنة بتجي تبعت لها مرة خارجية وتحطها في والله العظيم بعت لها وبتمنى لها وعطوا لها بتقول لها انا هلا بعت لك هلا بعت هي امك مين لها غيرك؟ ولا انت ايش ما تطلب منك امك تجي بتقول لها والله يا ماما ماني فاضي وتعطول على الان مع امك وعطول طيب ايش مع قلب امك يا زلمة امك عطول عم تحكي معي تليفون وتقول لي والله ابني هيك وابني هيك وين امي؟ لك امهاتكم خايفة عليكم يا زلمة عطول امهاتكم بيحكوا معي خايفين عليكم لك فعلا يا زلمة قلب الام على الولد وقلب الولد على الحجر انت طبقتوا هالمثل انا حجر يا حمد انا حجر بس انك كمان ما بيحكونا حقونا حقونا ما بيحكونا شو سنة ونص مسائل عنا نحن كمان شباب نحن كمان من حقنا ندور نفتن ما والله كل شغلة فكرونا مثل بلاد صغار عمين هيك تساوي هيك تساوي هيك نحن كبرنا كبرنا طب انت بتعرف انت ليش؟ نحن كبرنا طب انت بتعرف ليش امك بتقولكم كل شوي؟ ليش؟ انتو بتعرفوا ليش امهاتكم بخافوا عليكم؟ ليش؟ لانه انتو ولادة بخافوا عليكم لما عم بيدقلك وتسألك شو عم تعمل وين انت وتعبك كثير على البيت مو لانه هي ما بتحبها لانه خايفه عليكم مو خايفه انت من شوي تاخرت على البيت امك دقت لي امبارحه لما تاخرت على البيت امك دقت لي وين ابني وين ابني يا زلمه رح تبكي الا شوي عليك الا شوي رح تبكي عليك يا زلمه شو بكون؟ لك هدول امهاتكم انا لهش عم بقول لك لكن لهش انا بقدر اخذ لها هديه اخذ لها هديه بيوم واحد بتحبها عيد الام شو هي؟ ايمتى كان في شيء اسمه عيد ام؟ عيد الام كل يوم كل يوم في عيد ام كل يوم ارضيها وبوس ايدها تجيب لها هديه بتقدر عليها لك بلا هديه هديتها لامك انك تكون عم ترضيها تكون راضيه عنك اي هديه اي هديه بتسوى الدنيا وما فيها هديه امك انك تضل عم تطمن عنها وتطمنها عن حالك اصلا اما ما بدها شيء منك غير انك تطمنها على حالك لانه هي خايف عليك وعم تفكر هلا او عذاب شو عم ياكل شو عم يشرب عجب نام جوعان عجب هلا متغطي ولا مو متغطي عجب تقول له اذا هو فايق ولا نايم عجب مرضان حدا عم يداويه امك هيك عم تفكر فيك هلا وانت عم تقول ايه عم بلعب ولا انت امك عم تشوفك متاخر عجب صار له شيء عجب حدا خطفه عجب صار حدا عمل له شيء ابني وينه لهلا مفكرين امكم لما تسال عنكم هيك عبس لا لانه بتحبكم والهديه ما بتساوي شيء ايمت كان في عيد الام عند الاسلام يا زلمه شو هالاختراعات اللي بتخترعوا لي اياها حرام يا زلمه ما في شيء اسمه عيد ام عيد ام يوميا سأل عامل لي عيد ام هذا عيد ام هذا عيد بطيخ هذا عيد حب هذا عيدنا عيدين نحن الاضحى وعيد فطر ما في غيره هلا يا زلمه العالم كلياتك لا يلا ياخذين هدايا لامهم صاروا يحبوا امهم بالسنه مره وانت حكيتها كثار بالدنيا شو وقت انت الثاني ليه عم تبكي؟ والله ما حكيت مع امي وسمعت صوتها قلت لها بغرة تبعت لك هديه قالت لي هديتي انه اطمنت عليك وسمعت صوتها هي اكبر هديه لعلي شفت؟ قال هديه هي هديتي لعلي انها اطمنت عنك ايه شايف قلب امك شلون؟ وسمعت صوتها قلت لها رضي عني يعني قالت لي رضياني عنك وبعتها لامي انه ما قطعها ولا يوم وش ما لازمهم قلت لها ايش ما لازمكم بعدوا لي صح
صدقوني صدقوني الكلام اللي عم بحكي لكم اياه انا معها بس لانه انتو ما جربتوا تخسروا بس انا خسرت امي انا امي خسرانه لهيك عم بحكي هالكلام انا عم بحكي لانه ما عندي ام بحسدكم على امهات اللي عندكم اياها انتو ما بتحسوا لما تخسروها في عالم كتير بدي خسرانين امهم وبتمنوا هلا يشوفوها يبوس رجلها اذا عايشه كانت صدقوني النعمة عندكم هي لا تخسروها ديروا بالكم عليها ان شاء الله لانه الجنة تحت رجليهم انا مثلي مثلكم بتمنى يكون عندي ام تسأل عني تطمن عني تقول لي وين انت يا ابني وين رحت وين جيت شو عم تعمل شو اكلت شو شربت لا تروح تعا لا تجي قديش حلو هالقلب اللي عند الام اللي انا محروم منه وانتو بنعيم منه ايه والله انا شاد زعلت على ابني وشو اصلي ما عبرت عليه وعم بفصل بوجه لما دقيت لها فورا رديت وكانت نايمه وقت لي الحمد لله دقيت وسمعت صوتها خلص شباب خلص ما تزعلوا رجعنا شباب انا قايم